أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم سوف نتكلم في الكثير من القضايا السياسية، ورح يكون ضيفي اليوم العزيز وأخوي العزيز الناشر والصحفي الأستاذ عثمان العمير، رئيس تحرير صحيفة إلاف الإلكترونية. مرحبا فيك أستاذ عثمان. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. السؤال الأول أستاذ عثمان، كيف يجب أن تكون العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، خصوصا أن هناك أصوات متشائمة إذا حصل فاز الديمقراطيين بسبب فترة رئاسة رئيس السابق أوباما، وما نسمعه اليوم من تسريبات إيميلات هيلاري كلينتون؟ كيف يجب أن تكون العلاقة أستاذ عثمان؟ الواقع لا أستطيع الآن أن أحدد نوعية العلاقة، لأن العلاقة أصلا موجودة بين أمريكا ودول الخليج من فترة طويلة من الزمن، تصل إلى 70 أو 80 سنة، وقد مر على هذه العلاقة عدة رؤساء وعدة ملوك وعدة أمراء وشيوخ، واستمرت هذه العلاقة كما هي مع وجود بعض التجاذبات وبعض ردات الفعل وبعض العلاقات التي تحصل بين الحلفاء. فلست أنا بصراحة من نوع الناس الذين يعتقدون أن الجحيم في عهد بايدن أو في عهد الديمقراطيين بشكل خاص، لأنه دائما لو تأملت المرحلة التي مضت، ونأخذ مثلا العلاقة السعودية الأمريكية لأنها العلاقة الأبعد تاريخيا، لو وجدنا أنه أهم علاقة وأكثر علاقة تطورا كانت في عهد الرئيس روزفلت في الأربعينات، وبعد روزفلت جاء ترومان، وبعد ترومان جاء أيزنهاور، وبعد أيزنهاور جاء كينيدي. لما جاء كينيدي ساءت العلاقة بين المملكة والخليج في 1961 أو 62، ثم تحسنت وأصبحت علاقة جدا جاذبة، وتطورت هذه العلاقة في عهد نيكسون وفي عهد كارتر وفي عهد وقبل نيكسون طبعا فورد، وبعد فورد جاء كارتر، وبعد كارتر جاء ريغان أو العكس، الآن أنا ما أتذكر، لكنه يعني توترت إلى حد ما العلاقة مع كلينتون في عهد كلينتون، وجلس فترة 8 شهور ما يتكلم مع القيادة السعودية، وفي النهاية تحسنت العلاقة وأصبحت علاقة السعودية بكلينتون علاقة جيدة. أوباما رغم كل ما يقال عنه ورغم التفاهات اللي عملها في الخليج أو في محاولته لجذب بعض القوى، كان فيها كمان جانب إيجابي، مش كله سيء سيء زي ما الناس تصور. يجب علينا دائما أن نفرق بين ما يحدث في أمريكا وما تجري سياسته الاستراتيجية. أمريكا ليست دولة الرجل الواحد أو الشخص الواحد، حتى لو حاول واحد مثل طارئ مثل ترامب أن يغير طريقة أو محتوى السياسة الأمريكية الاستراتيجية، فهذا صعب، وستعود أمريكا كما كانت مع بعض الرتوش. طبعا أنا لست مع أنه يفوز بايدن، لكن في النهاية يجب أن يعني نعتبر أنفسنا كأننا في، أنا قلت كلام هذا قبل، أنه ما نكون في كان نشجع كورة، هذه علاقات استراتيجية بين قوى استراتيجية في المنطقة وقوية. ممتاز عثمان، في إجابتك السابقة قلت في أساس الرئيس أوباما، قلت هناك بعض التفاهات، ما هي التفاهات اللي أخطأ فيها أوباما؟ يعني طبعا احنا الأهم منها هو أنه لم يكن متجاوبا مع الموضوع الإيراني بشكل جيد، وكان عنده وجهة نظر إلى حد ما في النهاية تصل إلى معاقبة إيران، لكنه وفق المنظور الديمقراطي وطريقتهم في التعامل كانوا يريدون يعني طريقة أخرى غير الطريقة اللي ينتهجها الجمهوريون. وكنا نأمل إنه ترامب أوباما تكون سياسته أقوى، ولم تكن في موضوع تأييده للقوى الإخوان المسلمين وتشجيعه للقوى الظلامية التي كان ممكن تسيطر على الخليج، فعلا كان لهم موقف، لكن لهم أيضا إيجابيات معينة نتذكرها عندما زار أوباما السعودية
وكان في منتهى يعني الأدب والذوق، وفي نفس الوقت موقفهم من حرب اليمن كذلك ليس فيها رتوش، يعني الاستراتيجية تلعب دور، هذا اللي أريد أن أقوله وليس الأشخاص. ممتاز. هل عثمان الأستاذ عثمان العمير مع خطوة السلام في منطقة الشرق الأوسط، ومن يلام على الوضع الفلسطيني الحالي أستاذ عثمان؟ الواقع خطوة السلام هي الخطوة الوحيدة التي نستطيع أن نستنهي أن ننتهجها، لا وجود أمامنا بدائل، وليس أمامنا إلا الاعتراف بما هو حاصل والعمل على إنقاذ أو ما تبقى من إنقاذ ما يسمى بقضية الشعب الفلسطيني. أنا لا أحمل أحد النتائج، لكنه أنا أحمل التاريخ العربي الذي شحن بعاطفة وبرؤية وبقضية وبخرافات غير معقولة فيما يتعلق بالتحرر العربي والأمة العربية ومقارعة الاستعمار والمؤامرة، كلها تكونت عند جيل اللي قبلنا وجيلنا وجيل اللي بعدنا للأسف، وأصبحنا في دوامة نسينا فيها التطوير ونسينا فيها التعليم ونسينا فيها الصحة ونسينا فيها تأسيس شعب قادر على الحياة كما هو حاصل في كوريا المنقسمة الآن، ولا هي تبحث عن الوحدة، لأن كوريا الجنوبية أهم بألف مرة من تجربة أي دولة زي البرازيل أو غير البرازيل أو غير الدول الثانية، وأهم من تجربتنا نحن. فنحن قبل ما نتكلم عن قضايانا السياسية التي لم نرثها بل ورثها أجداد أجدادنا من القرن الثالث عشر والثاني عشر، دعونا نتكلم عن التعليم وعن الصحة وعن خلق الفرد وعن خلق المجتمع، ثم بعدين ننصرف لقضايانا السياسية. وقضية فلسطين أو ما ليست هي القضية الوحيدة الموجودة في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية هناك 73 قضية لم تحل، وفي أسبانيا عندها قضية مع الباسك، وألمانيا عندها قضايا مع أراضيها التي اغتصبها الحلفاء، وإيرلندا تحتاج تبحث عن جمهورية، ويعني أشرات وكشمير، لكن الحياة لا تتوقف من أجل قضية مثل هذه، مش راح تنحل. صدق أستاذ عثمان، الملك فهد رحمة الله عليه كان يهتم بالقضية الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني، لكن كان يؤخذ على دور لياسر عرفات في إفشال وعرقلة حل القضية الفلسطينية. هل القيادات الفلسطينية هم وراء استمرار هذا الفشل من أجل مصالح خاصة؟ ليس من مصلحة القيادات الفلسطينية منذ الحسيني، وأنا يعني شاهدت وشفت وأنا صغير إلى آخر واحد، ليس من مصلحتهم إنهاء القضية الفلسطينية، لأنهم لا يعانون مثل ما يعاني الشعب الفلسطيني، ولا تتمشكل عندهم، ولا عندهم مشاكل في السفر وفي الإقامة، كل واحد عنده 3 جنسيات 4 جنسيات، وأنا أشوفهم في لندن وأشوفهم في كل محل يتمتعون بأفضل أنواع الخدمات الموجودة في العالم، فلذلك ليس مصلحتهم. أنا لو عندي نفس فلوس ما لي مصلحة من حل أي قضية، ليش هم يحلوا قضية الفلسطينيين؟ أنا أعتقد أن معهم حق، يجب أن لا يحلوها. بروح على محور مهم أستاذ عثمان، هي قضية تنبؤك للوضع الحالي الخليجي، يعني الوضع الخليجي اللي حاصل، وهناك توقيع اتفاقيات لمجالس التنسيق المشترك برئاسة قيادات عليا، هل هذه مؤشرات أن مجلس التعاون الخليجي لا مستقبل له وبدأ بالاحتضار؟ أتصور أنا أنه التجمعات الدولية والإقليمية لو لاحظت كلها اجتماعات أصبحت جنازات تنتظر الدفن، لا يوجد عندنا الآن تجمع قوي غير يمكن تجمع عين، تجمع الناتو وتجمع الأوبك، وبقية التجمعات الأخرى إذا لم تقم على أسس اقتصادية وعلى أسس جغرافية وعلى عدة أسس لا يمكن القطع بأنها ستستمر للأبد. لذلك أنا أعتقد، أنا أذكر أنه أول مرة جاء حكي عن مجلس التعاون الخليجي كان في لقاء مع الشيخ زايد الله يرحمه 1974، ونشرته أنا في أعتقد جريدة الشرق الجزيرة وجريدة ويمكن السياسة إذا ما خانني التاريخ، دعا فيه المجلس التعاون، لكن احنا نتكلم عن 74 والان احنا في 2020،
فإما أن يتغير مجلس التعاون الخليجي بصيغته، وإلا أن ينشأ تجمع جغرافي، ليس بالضرورة أن يضم كل دول الخليج، وليس بالضرورة أن لا يضم دول أخرى على ساحل البحر المتوسط، وتكون فيه مصالح مشتركة، وفي يوم من الأيام ممكن تضم إلى إيران إذا كانت إيران حسنت سلوكها واستطاعت أن تعيش مع العصر. ممتاز. ماذا يختلف الأتراك عن الإيرانيين؟ ولماذا أشرت أن إخراجهم مهمة مقدسة؟ أولاً كل واحد زي بعضه، لكن أنا أتصور أنه، وهذا كلام قلته قبل 4 سنوات أو 5 سنوات في أظن حديث العربية، قلت فيه أنه لابد في يوم من الأيام أن نتعاون مع الإيرانيين، لأن الإيرانيين جيراننا، والإيران نشارك معهم بالثقافة وباللغة وبالدين، الدين الأول مش الدين الجديد اللي جابوه الأتراك. الأتراك لم يكونوا مسلمين قبل القرن الثاني عشر والثالث عشر، بينما الإيرانيين شاركونا في أول رسالة نبوية في القرن الأول الهجري، ومنهم الأدباء ومنهم العلماء ومنهم، بس المهم يحسنوا سلوكهم، يتخلوا عن هالخرافات اللي مر يعني مختزنة في رؤوسهم، ويعودوا إلى العالم الصحيح اللي كان فيه السيبويه، وكان فيه الطبري، وكان فيه العظماء والكبار الذين شاركوا في الثقافة الإسلامية. هل تتوقع أنه يوم الأيام سنكون، يعني إذا تحسنت إيران سلوكها، أنه المصلحة مع إيران، أما أتراك فنحن لسنا لنا علاقة فيهم بشكل القوي والمتوازن الموجود عند مع الإيرانيين. بس عندنا انتقاد كبير على الأتراك، تدخلهم في الشأن العربي في عدة دول، كان عندهم رسالة سياسية أو عندهم أطماع، كيف نستطيع عمل موازنة أو نمنع الأتراك من التدخل في الشؤون العربية؟ الأتراك ما عندنا معهم، يعني الأتراك طبعا هم يستخدمون الفجوات الضعيفة في التاريخ، لكن ليس لهم يعني مشروع ممكن تقديمه للأمة. الأمة لا أتكلم عن الأمة الإسلامية، لأن لا أمة شيء أمة، أتكلم عن مشروع بالنسبة للأمم. يعني هم ذهبوا إلى أوروبا وجلسوا فيها مئات السنين، وفي النهاية خسروا كل شيء وعادوا إلى جزيرتهم الصغيرة، اشتبكوا مع روسيا، وكانت معاركهم مع القياصرة مشهورة جدا ومعروفة، وفي النهاية عادوا إلى جزيرتهم إلى موقعهم. الإيرانيين وليس لديهم حضارة الإيرانيين ولا ثقافة الإيرانيين ولا قدرة الإيرانيين على التموضع مع الشعوب، فلذلك ما تفعل تركيا الآن هو مجرد مشاغبة، لا تمثل الواقع بصلة. والدليل أنه ما تعلم مثلا في علاقاتهم في ليبيا كيف صارت، يعني اليوم احنا بنشوف مصر وقعت اتفاقية قطعت ما الحدود بين ليبيا وبين اليونان. في النهاية انت لا تستطيع ان تلغي الحدود اللي بينك وبين ايران، ولا المسافة الجغرافية القريبة لك من ايران، فلا مفاضلة بينه، وإلا نعتبر الباكستان زي تركيا، وش ديفرنت يعني. صحيح. تركيا لها حدود صحيح مشتركة مع العراق ومع سوريا، لكن نحن لسنا مسؤولين عن بصراحة كله شمال العراق ولا شمال سوريا. احنا نتكلم عندما نتكلم عن علاقتنا، نتكلم عن علاقة الخليج، وهذا هو المهم، وليس علاقة الدول الشرق الأوسط. الشرق الأوسط ممتد ومتناثر، ومن الصعب حكمه أو حتى التعايش مع كل جيران. إيران تدعو دائما إلى مد يد المصالحة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأنا على استعداد أن تجلس على طاولة واحدة، هل هي صادقة في رسائلها؟ لا، لأنه الذي يحكم إيران ليس رئيس الجمهورية وليس الخميني، الذي يحكم إيران هو الحرس الثوري، والحرس الثوري شركة مساهمة من الجنود، وعندهم نفس العقدة التي عند الفلسطينيين بس على أكبر، الزعامات الفلسطينية، ليس مصلحتهم السلام، لأنهم سيفقدون امتيازاتهم وسيفقدون قدرتهم على التحكم في إيران الاقتصادية. عندهم أكثر من 40% من الاقتصاد الإيراني يتحكمون فيه، علاوة على اقتصاديات الدول الأخرى التي احتلوها،
فليس إذا جاء أنا أتوقع وأنا أتكلم بكلام أتذكر قبل 10 سنوات 15 سنة عدة مرات قيل للإيرانيين إذا تريدون أن تتفاهموا معنا فمرحبا بكم بس لنتفاهم مع الحرس الثوري، أما خاتمي وخاميني وخميني وأخواف كلهم يعني بابيس، يعني مجرد آلات يحركها الحرس الثوري. للأسف إيران ليست جادة في هذا الموضوع. ممتاز. الإيراني، أنا أسأل عن الشأن العراقي، من يتحكم في القرار السياسي اليوم، الولايات المتحدة أم الإيرانيين، أو نقصد الحرس الثوري الإيراني؟ أعتقد المعركة مفتوحة. مفتوحة، يعني ما زالت مفتوحة، وفي النهاية من الصعب جدا أن تفرط دول الغرب وأمريكا بالبترول وتجعل إيران تتحكم في البترول العراقي والبترول الإيراني. هذه قضية أعتقد أن مفروغ منها بالنسبة للدوائر الموجودة في الغرب متحكمة فيها. يضاف إلى ذلك أنه ما زالت القوى في قوى قوية جدا ضد المشروع الإيراني، في قوى شيعية كبيرة جدا وخاصة القوى العربية، يعني القبائل العربية الموجودة في الجنوب وفي كلها ضد المشروع الإيراني. هناك الأكراد وهناك جزء وهناك الكثير من السنة وهناك كذلك الدول المجاورة التي لا تستطيع أن تتحمل وجودا مثل الوجود الإيراني اللي لديه مشروع ديني. ممتاز. اليوم نسمع عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية والسعودية بعقد جلسات حوار استراتيجي أمريكي سعودي. أنا أسأل، لماذا هذه الجلسات؟ في خلاف أم حل الخلافات أم توحيد الاستراتيجيات؟ أنا لست مفوض بالحديث عن السعودية لأنه أنا أتكلم من لندن. نعم. بس خلال قراءتي لما حصل وأنا قلت كلام هذا في إنه أول ما حد تحدث أحد عن هذا الموضوع تحدث عنه في حسابي، أتصور إنه هذا دليل على الكلام اللي قلته، إنه لما تتكلم على الاستراتيجية وبقي على الانتخابات 20 يوم، هذا معني أنه لا السعودية ولا أمريكا ينظرون إلى قصة الانتخابات، إنهم ينظرون إلى شيء أبعد، لأنه العلاقات السعودية الأمريكية علاقات ليست علاقات فقط سفير بسفير بوزارة، في علاقات بين وزارات مع وزارات وأجهزة مع أجهزة، وهذا موجود في كل مع الحلفاء كلهم سواء كان السعودية أو بريطانيا أو ألمانيا. فأتصور أنه هذا عمل طبيعي وطريقة ذكية من الجانبين في إفهام بعض قطاعات الرأي العام في بلديهما أنه العلاقات قائمة واستراتيجية سواء جاء هذا أو جاء الثاني. أستاذ عثمان، ألا ترى هناك فتور في العلاقات ما بين دول الخليج وبريطانيا؟ ليست كما كانت في السابق في السبعينات وفي الستينات؟ ما أتصور، أعتقد يعني أفضل دولة في العالم التي لديها سياسة ثابتة ولا يمكن تغييرها بصرف النظر عن من يأتي إلى تنداونغ ستريت هي بريطانيا. بريطانيا وقفت مع دول الخليج في عدة مناسبات، في أيام الغزو العراقي الكويت وقفات وجنودها، وفي مع البحرين وقفت، ومع الإمارات علاقاتها جيدة، ومع السعودية علاقاتها جيدة جدا، وموقفها في اليمن كان موقف يعني جدا يدل على أنه بريطانيا هي الحليف الحقيقي اللي ما تتغير تصوراته بصرف النظر عن تغيره. طبعا أنا أريد أن أقول كلمة على الموضوع، أنه إحنا ما نتصور العلاقات عواطف. يقول رئيس جمهورية أمريكا أحد رؤساء جمهورية السابقين يقول السياسة الأمريكية هي بزنس بزنس بزنس، صح. الغرب وأمريكا لن تعجبهم طبعا عقلنا ومثل مشالحنا وغترنا حمراء ولا بيضاء، هم تعجبهم أنه كيف أنت تستطيع تكون معهم قادر على التماثل والتعايش والإنتاج. دول الخليج دول منتجة مش دول يعني عبء على حلفائها. السؤال الأخير أستاذ عثمان، هل انتهت حربك مع قوة الظلام الفكرية بينك وبينهم والتيار الديني؟ دائما هناك صراع بينك وبين قوة الظلام، هل انتهت؟ لا أنا ما أحب أنها تنتهي لأنها مريحة مريحة بالنسبة
يعني مريحة بالنسبة هي لك. دمها خفيف لأني أنا ماني منزعج منهم، ماني منزعج من بعض كلماتهم ومن بعض حروبهم، وأعرف أنهم حاربوني من يوم كنت صغير إلى الآن صحيح. وطردوني وكل شيء، بس في النهاية أنا مرتاح وأعتقد أنها معركة يجب أن لا تنتهي، وإن كانت يعني يجب هي هم حيتظاهلون في النهاية، يعني مش أنا ما يعني ما مسؤول عن غيابهم، هم اللي حيغيبون لأنهم مغيبين أصلا. كيف ترى حق المرأة اليوم في السعودية؟ أخذت حقوقها كاملة؟ لسه المرأة في العالم كلها ما بعد أخذت حقوقها في العالم، في العالم كله، لكن ما زال هناك صراع في أوروبا وفي أمريكا حول كيف أنت تعطي مثلا الرجل أكثر من حق المرأة، لكن ما من شك أن العمل اللي عملته القيادة السعودية الشابة عمل، وبتوجيه من مولاي خادم الحرمين، عمل مهم ومفصلي في التاريخ، ما نسمى بالتاريخ المنطقة كله وفي التاريخ الإسلامي، لأنه كيف تستطيع أن تغير في لحظة كل هالمود، كل هالمزاجية عند الشعب ويصبح هذه الأشياء مقبولة. يعني الآن المرأة السعودية أصبحت شريكة حقيقية، لكن نطالب بالمزيد ما في شك، ونطالب بتفعيل العمل وتغيير القوانين وتغيير الأشياء دي كلها، مطالب مشروعة. وأعتقد أنه صاحب القرار برئاسة سمو الأمير ولي العهد لديها الكثير والكثير ما تقدمه لهذا المشروع وغير المشاريع الأخرى. الناشر والصحفي الأستاذ عثمان العمير، رئيس تحرير صحيفة تلاف الإلكترونية، شكرا لك على هذه الحلقة اللي كانت جميلة وبصراحة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة، مع السلامة.